وللتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. أهلا بك دكتور عمرو معنا. أهلا بك، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك، وأهلا بك. أهلا بك دكتور عمرو. يعني دكتور عمرو، في عجالة كده تفسير بسيط ومختصر للسادة المشاهدين، ما معنى رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من نظرة بي ماينس إلى بي مع نظرة مستقبلية مستقرة؟ صحيح، ده قرار كان مهم جدا او تقييم مهم جدا، لكن خلينا قبل ما نتكلم على تاثير القرار او مستجدات القرار خلينا نفهم للساده المشاهدين يعني ايه تصنيف ائتماني. التصنيف الائتماني بيجي من وكالات التصنيف الائتماني، ودي شركات، هي شركات طبعا خاصه كبيره بتصنف او بتعرف كالمؤسسات الدوليه، لها صيت ولها مصداقيه على المستوى العالمي، وتقوم بتصنيف او بتقييم حاجه اسمها الملاءه الماليه الدول، وعلى اساس هذا التقييم زي الامتحان بالظبط بتدي درجه للملاءه الماليه. الملاءه الماليه يعني ايه؟ يعني قدره الدوله وملاءه الدوله ومدى قدره الدوله على انها يكون عندها ريزيرفز او احتياطيات من النقد الاجنبي توازي الديون اللي موجوده عندها. عشان ده سؤال مهم، ودي نقطه مهمه بتتحدث عنها الدوائر اللي ممكن ما تكونش عارفه القرار او تكون لها اغراض معينه. وطبعا انت فاهم انا بتكلم على ايه، ان في ديون على مصر وان مصر مستدينه وان ديونها تعدت الحدود المسموح بها. لكن النهارده مؤسسه دوليه زي مؤسسه فيتش او ستاندرد اند بور او حتى موديز، جميع المؤسسات اللي بتتعامل معها مصر، انها ترفع هذا التقييم وتعطي ملاءه ماليه مستقر، دي نقطه تشير الى ان مصر قادره على انها تتجاوز الصعوبات الماليه الاقليميه اللي المت بها جراء الاحداث. بالتالي يا دكتور عمرو، تاثير ذلك على الاقتصاد المصري وعلينا كمواطنين، ان كان له تاثير على المواطنين في الشعور بان هناك تغير ما في الاقتصاد. هو ليه تاثير. اولا هو ده اول تقييم من 2019 يتم اشاره في التصنيف الائتماني من 2019، وده معناه ان احنا ماشيين على الخطوات الصحيحه في الاصلاح الاقتصادي رغم صعوبه الاصلاح الاقتصادي. حلم ال 100 مليار، ال 100 مليار دولار استثمارات اجنبيه مباشره ان احنا نجيبها خلال 6 سنوات، المعدل السنوي 15 مليار، ده تاثيره. التاثير مش هيبان بصوره مباشره، لكن كل ما تجي استثمارات خارجيه اجنبيه زي 15 مليار كل سنه، ده هيساعد المستثمرين وهيدي ثقه للمستثمرين اللي محتاجين او عايزين يستثمروا في مصر انهم يجي يستثمروا، وبالتالي تاثيره عشان ارجع لسؤالك على الوظائف وعلى فرص العمل وعلى الاستثمارات وعلى زياده النقد الاجنبي وعلى الصادرات كثيره جدا على كل مؤشرات الاقتصاديه. لان الدوله المصريه الحقيقه في خلال السنه الماضيه يمكن بتحاول بشتى الطرق انها تعزز ثقه المستثمرين الاجانب بالذات في قدرات الاقتصاد المصري وتعزز تنافسيه هذا الاقتصاد، ومع الاجراءات سعر الصرف المرن والاصلاحات الاقتصاديه والرخصه الذهبيه كلها الحقيقه اصلاحات بتنوم على ان الدوله المصريه ماشيه في الاتجاه الصحيح. والنهارده التقييم بتاع ستاندرد نافور او بتاع فيتش الحقيقه مهم جدا عشان يؤكد ان الاصلاحات المصريه رغم صعوبتها على المواطن المصري انما ليها نتيجه ايجابيه على مؤشرات الاقتصاديه. اشكرك جزيل الشكر دكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق.